خلينا نشوفوا الببوش شحال. السلام عليكم. شحال الببوش؟ كبار وصغار. شحال كبيرة شحال صغيرة؟ خلينا نشوف تقدر تعطيني نشوف. كما تشوفوا يا المشاهدين الببوش في زوان في الجهة الشرقية ما بين وجدة وبركان. هانتوما خوتي من الجيو اللي بغا ياكل شي ببوشات هانتوما كتشوفو. خوتي خواتاتي دابا حنا وصلنا لفزوان، هاد العين اللي كيقولوا عليها انها كاينه في المنطقه الشرقيه ما بين وجده وبركان، ويمكن قريبه لبركان اكثر. مزيانه الما ديالها الكيلي، كتصفي الكيلي والقولون العصبي، وعنيه بزاف ديال الامتيازات تيعاودوا عليها انها زوينه. وحنا جبد جينا ليها خوتي، هي حنا في المكان ديالها، غادي نشربوا منها شويه ديال المويها ونشوفوها. وكنقولوا ان الناس اللي يعني يقدر يجي وقدر يوصل لهاد البلايص هادي، راه هي في زوان يدخل ضروري ليها يشرب منها المويها وياخذ معاه شويه ديال المويها زوينه. غير هو ياخذها في ديكو ديال الطين اللي كيبقى يخلي الماء حي، حيت كيقول لك الا تخرج منها كيموت، يعني الا دار في بلايص ديال البلاستيك ولا شي حاجه. ايوا نشوفوا اخوتي خواتاتي هاد العين هادي، حنا غنمشيو لها دابا نعمروا منها شويه الماء ونشربوا مزيانه نجربوا وكل شيء على الله. ما عندناش كيلا الحمد لله، ولنا ما مهم قال لك زوينه الجسم. دونك نشربوها ونسولوا عليها نشوفوا. ها هي الماء ديالها هنا شرينا اخوتي حنا غير من هنا. عندك هذا قال لك هذا ماء العين شينا شينا ما لقيناها مسدوده وصافي خذوا منها وصافي. الماء ديالها صراحه جميل مذاقو زوين بزاف. صافي ما زينب صراحة أنا غنشري الخروف لي ميتي يعجبني، طمقني الخروف. والله ما عرفت شنو ندير. شريحة عندكم؟ لا زوين زوين زوين. خدتي شريحة كاينة محمد؟ شريحة كاينة؟ شريحة ما كاينة. شريحة ما كايناش. احنا شرينا القرقاع، عندهم القرقاع صراحة واعر، شرينا الخروب. شينا الزيتون، الزيتون هذا طبيعي زوين بلا صودا بلا ملح بلا داكشي، تيطيب طبيعي بالملح الاحياء. زيد وحده ورق سيدنا موسى. يلا كخالتي ديري له جوج ورق سيدنا موسى، يعني نحتاجو الطياب. خدينا النبك، خدينا الحلبة، خدينا الشريحة، الشريحة زوينة كاينة الشريحة. ها هي الحلبة بلدية، ها هي الحلبة هي لو تعرفون ما في الحلب تشرينو من الذهب. جوجو اش تاخذي الحلبة قالك؟ حلبة بلدية. اش شري حلبة؟ حسين ولا درنا شي هذيك الحلبة؟ شحال؟ شي خمسة دادي بحال اللي دا محمد داس كاس. شحال الكرموس؟ ولا ويسكي؟ هذا الشيء طبيعي زوين عندهم. كاين المحلات الكبيرة اللي كيبغي يجلس هنا باش يشرب الماء على فاش كتكون فاتحة باش شي 3 أيام ولا 4 أيام. هانتوما خوتي خوتاتي هادي بزوان. شحال؟
هذا هو الاوتيل ديالي هنايا رمضاني رمضاني اوتيل رمضاني زوال. ولكن المشكله ما لقيناش الماء، بغينا نشربوا الماء لقينا العين. خوتي راه تصلحت لنا المعلومه، راه حنا كنا قبيله تيقولنا مشينا هذيك هي العين ولقيناها مسدوده، ولكن هي ما مسدوداش، ها هي العين محلوله، هي غادي نساليو نمشيو ليها. هي هذه يا خوتي، راه هذيك القبه اللي كتبان لكم تما حمراء، هي في كاينه العين وفيها الماء وفيها كلشي، حنا ما عرفناش والاخرين قالوا لنا راه سده وهي ما سداش. We'll be right back.
مرحبا باللي جاب وجده هو يعرف يمشي. راه قلت لكم ما كندير لا اشهار لا والو، انا عجب لي المكان وكنصوروا والسلام. اللي بغى شي حاجه درنا شي فوطو مرسي سي. حنا عاد دابا جينا للفزوال اللي لقيت قبيله قالوا لنا هي هذيك، ولكن ما كانتش هي هذيك وكانت ساده. قالوا لنا سدات بالكورونا، مي هي ما سداش، وها هي الاصليه فين كاينه، فين كيعمروا الناس وفين كيشربوا. هذه هي العيل الاصليه خوتي، هذه اللي مزيانه للكيلي، مزيانه للقولون العصبي، وسخونه شفنا. البيدويات اللي بغى شي حاجه باش ياخذ الماء زوين ما سخون. اللي بغيت تقدا خضره طريه زوينه، كلشي كاين زوين. كلشي كاين، كلشي كاين، ما كاين مشكل حتى في حاجه، وكلشي خضره طريه زوينه كتحب. اي لا ما بغيتش. البقاقة البقولة هانتوما الشوابي، انا هذا ما نعرف شنو هو هذا. البوبوش اللي بغى البوبوش يديه لدارو يطيبو، فيها كلشي الصراحة زوان، فيها كلشي. خالتي بغات تشري البقولة، تشري البقولة خالتي. شحال وحدة؟ شحال قبضة البقولة؟ هادي هي مزوان، فيها كلشي الصراحة، الما زوين، فيها كلشي، الخضرة طرية، كلشي كاين، كلشي كاين الحمد لله والشكر لله على بلادنا، فيها كل الخير. خوتي خوتاتي، هنا سالت لنا الرحلة ديال مزوان اللي تغدينا شرينا شربنا الماء كلشي، كان في أمان الله وحفظه، وتسالت لنا الرحلة ديالها اليوم هنا. غادي نرجعوا في حالتنا، بغينا نمشيو ل ديك البلاصه ديال الثلج، حنا صافي المغرب غتكلم، دونك غادي نرجعوا دابا للدار حتى الغدا ان شاء الله الا بقينا هنا. هي هذيك مشينا بحالنا صافي بسلامه، وتنجيو لها فرصه اخرى ان شاء الله. هذا هو خوتي خواتاتي ديال فزوان اللي كتوجد، قلت لكم كيف ما قلت لكم في وجده ما بين وجده وبركان، قريبه لبركان اكثر. يا شي العين ديالها اللي جينا شربنا منها الماء مهم بزاف للكلاوي والقولون العصبي، وزوينه صراحه الماء ديالها سخون وزوين بالشفاء ان شاء الله للناس اللي كيعانوا من الكلاوي وكيديروا الدياليز، فهذه الماء ديالها مهم بزاف كيصفي. فكان الهدف ديالنا هو اننا نوريكم نوريكم الشيء ديال بلادنا وشنو كيتوجد فيه، بحكم اننا جينا حنا واول مره وعجبنا هادشي، قلنا لما ما نشاركوش معكم اخوتي خواتاتي. ايوا الله نخليكم معنا باقي في وجده، وباقي الفيديوهات ديالنا مستمرين. شكرا لكم، سالات غير ديال زوال اليوم، ونتلاقاو غد فيديو اخر ان شاء الله. يلاه بسلامه.